بسم الله. أولا أريد تقديم نفسي الأستاذ الحبيب الطلبي نقيب هيئة المحامين بخريبقة والكاتب المحلي لحزب استقلال بخريبقة. حضوري هنا طبعا هو حضور لدعم منظمة الكشاف المغربي التي نظمت هذه المبادرة الإنسانية واللي تتندرج ضمن الدور الفعال للمجتمع المدني، أولا من جهة لمساعدة الدولة في تقديم بعض الخدمات الاجتماعية لبعض الفئات المعوزة في إطار محاربة الهشاشة، وكذلك في إطار استراتيجية الدعم الإنساني واستراتيجية التواصل واستراتيجية بناء الإنسان. إذن هذا دور مهم جدا تقوم بمنظمة الكشاف المغربي، واعتقد بأنها مبادرة لمست قلوب المواطنين حيث كان حضور كثيف للساكنة ديال خريبقة، ما يفوق 100 ديال الأسر، وكان واحد العدد في لائحة ديال الانتظار. منظمة الكشاف بهذه المناسبة قدمت دعم مادي في شكل القفة لهذه الأسر المعوزة، وكذلك بعض الهدايا البسيطة للمواطنين. طبعا نحن حضورنا هنا حضور من أجل الدعم الإنساني، الدعم الاجتماعي، الحضور الاجتماعي كفعالية مدنية، كفعالية سياسية بالمنطقة، وكذلك حضورنا من أجل استنهاض هذه المدينة ومن أجل إعطاء الدليل مرة أخرى على أن المجتمع المدني له دور فعال في البناء الاجتماعي، له دور فعال كذلك في التواصل مع المؤسسات ديال الدولة، تواصل إيجابي في إطار مقاربة التشارك، مقاربة التشاركية، مقاربة البناء المشترك، وليس مقاربة الهدم أو مقاربة الصراع إلى غير ذلك. لأن هذا هو المعطيات الأساسية. بالمناسبة أريد أن أقدم الشكر الجزيل للنقابة ديال الطاكسي الصغير، ديال الطاكسيات الصغار المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، اللي قامت بواحد المبادرة إنسانية جد 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 ملفتة، وهو أنها وضعت رهن إشارة هذه الأسر تاكسيات طيلة النهار، وتتعرف بأنها مجانا، تتعرف بأن هذا رزق يومي ديال السائق ديال التاكسي. إذن هذه المناسبة نحييهم ونقول لهم بأن هذه المبادرة وصلت إلى قلوب الناس، كما أنها تسجل لهم في سجل الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة ضروري نشكر جنود الخفاء اللي هما عناصر ديال الهلال المغربي اللي تقوموا بواحد الدور فعال في هذه المحطه هذه، ونشكر وسائل الاعلام، الاخ مصطفى على وكاله المغرب العربي للانباء، الاخ هشام سكومه كعادته لم نتفاجأ بحضوره كعادته، دائما يدعمنا هذه القناة الحيوية، القناة الفعالة. كذلك نشكر بالمناسبة جنود الخفاء منظمة المرأة الاستقلالية التي وقع على عبئها، على أكتافها عبء تنظيم التظاهرة. نشكر المصالح البلدية ونشكر السلطات المحلية والإقليمية على الدعم اللوجستيكي والمساندة المطلقة لإنجاح التظاهرة، ونقول للجميع نحن جنود ديال هذه البلاد، جنود ديال هذا المجتمع، جنود ديال هذه الساكنة، نحن كذلك جنود ديال هذه البلاد وديال المصالح ديال هذه البلاد. ما يمكن تكون المصلحة العليا إلا هي الأساس وإلا هي المطر وهي الخلفية الحقيقية ديال أي نشاط ننظموه وغننظموه في المستقبل إن شاء الله. والشكر الجزيل وموصول للإخوان المناضلين، أعضاء ديال ومناضلي وأفراد وقيادات ديال منظمة الكشاف المغربي الذين يناضلون في صمت، العطاء الكبير، ونكران الدات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالمناسبة ديال اليوم العربي لليتيم تنظم منظمة الكشاف المغربي مندوبية خريبقة نشاطا إشاعي، بالمناسبة القطاع ديال النقل ديالنا بدوره حتى هو تيشارك وتيتمن هذه المبادرة الطيبة، وحنا في خدمة المجتمع واللي تيسعى للخير، وشكرا لكم. عبد العزيز مجدي، عضو القيادة العامة لمنظمة الكشاف المغربي والمفوض الوطني في الإعلام والاتصال وقائد جهة الشاوية وردي غاب لمنظمة الكشاف المغربي. نحضر اليوم في هذه الجمعة المباركة بمدينة خريبقة وبتنظيم فرع المنظمة بمدينة خريبقة النشاط إشاعي كبير وكبير جدا لكي يدخل في إطار الاحتفال بالذكرى 80 لتأسيس كتلة العمل الوطني. هذا الحدث اللي تتجلى في عملية إعذار، والعدد وصل ما يفوق 100 مستفيد ومستفيدة،
وهذه العملية ديال الإعذار عمل اجتماعي عمل إنساني كيدخل في المنظومة الكشفية اللي كتجلى أن الكشاف دائما مستعد والكشفية في خدمة المجتمع. نحن في خدمة المجتمع بهذا النشاط الإشاعي الكبير اللي كنتمناو من كل الداعمين ديالو، أطر صحية، أطر طبية، جماعة محلية، مناضلي الحزب بخريبكا وكل فاعلين اللي دعموا هذا النشاط، كنتمناو أنه يرجع بالفائدة على هذه الوليدات، وإن شاء الله بحول الله تكون بادرة أخرى لنشاط إشاعي أكبر إن شاء الله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كي جاتك الأخت الأختانة ديال وليدات هذا الحفل؟ كلشي مزيان، وحنا فرحانين بحال في عام مع العائلة، وكنشكروهم على هذه المبادرة، وكلشي مزيان صراحة. كي جاتك أختي هذه المبادرة؟ زوينة زوينة، ودارو هادشي الوليدات زوينين، جاو عائلي وداكشي زوين تبارك الله، الله يكمل بخير. شكرا على خطيك. تنشكرو وكنحسو بان حنا في جو عائلي مع عائلتنا، وكلشي فرحان تبارك الله، وليدات صغار ولا والديهم لا كلشي، وشكرا. يعني كي جاك اخويا هاد العمليات الاعذار اللي منظمه كشاف مغربي؟ وكنشكركم على هاد البادره القيمه اللي كتقوموا بها الجمعيه، وكنشكروا كاع المنظمين، وكنشكركم كاملين، والله يجازيكم بخير. شكرا مره اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك اخويا عندنا. كي جاتك هذه العمليه ديال الاعذار اللي درنا لوليدات الصغار؟ زوينه وكلشي زوين، عجبنا هادشي والله الا عجبنا هادشي من قلوبنا، وفرحانين لهادشي اللي داروا. كنشكروا هاد الناس اللي داروا هاد الجمعيه وداروا هاد الشيء مزيان، والله الحمد لله الحمد لله هادشي. شكون اللي دار هاد الجمعيه؟ كنشكروها ولدي عام وشهر. ايوا مبروك عليكم، مبروك علينا كامل، الله يبارك فيك. شكرا للشيء اللي كديروا الناس دعم، شكرا للناس اللي واقفين وكلشي، صحاب الكاميرا والناس كلشي نشكرهم. شكرا لاختك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور خالد المستغني مدير المستشفى الاقليمي بخريبكا، صبيحه اليوم الجمعه المبارك كنقوم بعمليه ديال الاعذار الاطفال المعوزه، العدد تقريبا 110 ديال الاطفال، بشراكه مع الكشاف المغربي اللي كنشكرهم على التنظيم ديالهم والبادره الطيبه اللي داروا في هذا اليوم هذا. اقتنوا الاطفال مؤسسه معوزه، عطاوهم واحد المعدات ديالهم واللوازم ديالهم، والمستشفى ومن دوبي وزاره الصحه بخريبكا مع المستشفى قاموا بجانب التعاون ديالهم في اطار وزاره الصحه، حيث ان مفروض تحاليل الوليدات والعمليات الجراحيه ديال الاعذار كتتم في المركب الجراحي بطريقه سليمه في 4 ديال المحطات باطر كفؤه في هذا الاطار هذا باشراف ديال الاطباء ديال الانعاش. والحمد لله العمليه غدا بواحد الطريقه سليمه وصحيه لفائده الاطفال المعوزه، وكنحيوا هذه البادره هذه. ودائما حنا وزاره الصحه بإدارة المندوبيه والمستشفى فكتمد يد الشراكه لجميع الجمعيات اللي كتحاول تقوم بعمل انساني في هذا الاطار هذا. وشكرا. 100 طاقم طبي وشبه طبي المستشفى مع المندوبيه جندوا واحد تقريبا واحد 20 حتى 25 اطار بين طبي وشبه طبي في اطار هذا، بشراكه كذلك مع الاخوان ديال الهلال الاحمر ديال بونوار اللي مشكورين دائما كنلقاهم في الجيم ديالنا، وتحيه للاخوان ديال الاعلام اللي كيقوموا بتغطيه اعلاميه سليمه لهذا الاطار هذا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. القائد بسيدي الادريسي المندوب الاقليمي لمنظمه كشاف المغربي بخريبكا، حفل اعذار بمناسبه اليوم العربي لليتيم، ويستفيد من هذه الحمله اكثر من 100 طفل معوز، ويعتبر ذلك في صميم اختصاص منظمه كشاف المغربي التي تهتم بتنميه المجتمع وخدمته. ونشكر كل الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه التظاهرة. وشكرا. Et c'est quand inscrire votre enfant pour la première fois et au Maroc et vous êtes dans une situation un peu délicate. Donc quelles sont vos impressions? Vas-y. Ben c'est la première fois que je fais circoncire mon bébé. Et ça me fait plaisir parce que c'est bon, parce que c'est gratuit. Oui. Et ça me fait plaisir. Est-ce que ce genre d'initiative se fait au Sénégal comme ça, de la même manière? Ça fait, mais ouais, ça fait. Parfois, ça fait. Mais la plupart, on paye. On paye. On paye. Mais ces occasions, c'est bon.
Donc vous remerciez ces gens. Ouais, vous savez qui, est-ce que vous savez qui organise cette circoncision? C'est qui? C'est le roi? C'est le peuple marocain. C'est le peuple marocain. C'est une association marocaine, association de la société civile. Ben moi, je vous remercie parce qu'ils sont gentils avec moi. Oui. Parce que j'ai des copines qui sont très gentilles avec moi. Oui. Depuis que j'étais en état, oui. J'ai des copines, les femmes qui m'aident avec mon bébé. Oui. Il est né comme des copines comme celle-là. Oui. Ils m'aident beaucoup de choses. Parfois, ils me cherchent, ils me donnent des choses pour le bébé, des habits. Donc vraiment, moi, je vous remercie. Vous êtes à Khouribga depuis quand? Depuis un an et demi. Oui. Mais Khouribga, c'est une bonne ville parce que c'est cool. C'est il y a cool. La paix, oui. Il y a la paix. Paix oui. Il n'y a pas d'agression comme Casa. Oui. Tu peux vivre normal. Ben, les gens sont sympas. D'accord. Ils sont sympas et je vous remercie. Et je remercie le roi. Vous avez un projet pour l'avenir? Ben, j'ai un projet, mais ce n'est pas encore réagi parce que c'est un peu difficile. Et votre enfant, comment il s'appelle? Il s'appelle Chérif Mohamed Habib. Chérif Mohamed Habib est le bienvenu chez nous. Ouais. Il sera circonscrit, c'est un honneur pour Khouribga, pour le scout marocain, ouais. Pour toute la ville de Khouribga et pour tout le Maroc. Merci beaucoup, je vous remercie. Vous êtes chez vous ici. Je vous remercie. Ouais. Allez, merci. Alors, il faudrait quand même qu'on le prenne en photo. Voilà. Il est mignon. C'est vrai? Ah oui? Il est même beau. Merci. Il est marocain. Ah, il vous ressemble aussi. Hein. Ah, merci. Ils sont gentils. Habib? Habib? بسم الله الرحمن الرحيم. عادل المنقي من دوب منظمه الكشاف المغربي من دوبيات خريبكه بمناسبه اليوم العربي لليتيم. نظمت منظمه الكشاف المغربي حفل الاعذار لفائده الاسر المعوزه اللي استفدت 100 اسره من هذا النشاط الاشعاعي اللي كيدخل في اطار الانشطه الاشعاعيه الاجتماعيه لمنظمه الكشاف المغربي من دوبيات خريبكه. نشكر جزيلا مندوب وزارة الصحة ونشكر جميع نشكر السلطات المحلية ونشكر السيد النقيب عبد الحبيب الطلبي اللي كيدعمنا في جميع الأنشطة الإشعاعية ديال منظمة الكشاف المغربي. كنوجه التحية كذلك لجميع القادة وقائدة منظمة الكشاف المغربي من دوبيات خريبكة على وقوفهم وعلى تنظيمهم لهذا النشاط الكبير. وفي الأخير أشكر جميع الفعاليات الحقوقية والسياسية والمناضلين لحزب الاستقلال والمناضلات للمرأة الاستقلالية وأشكر جميع فعاليات مدينة خريبكة وشكرا وتحية تربوية كشفية للجميع. أولا في خضم هذا الحفل الاجتماعي اللي اعتمدته منظمة الكشاف المغربي فرع خريبكة كان نبغي في البادئ عندي بدء تقديم الشكر الجزيل للصحافة بجميع مكوناتها وعلى رأسها الصحافة الإلكترونية بطبيعة الحال اللي في الحقيقة كلما ظهرت خطوة في اتجاه ما هو اجتماعي إلا وتكرس وجودها وتواجدها بكل تفاني. هذه العملية اللي تقوم بها الفريق ديال منظمة الكشاف المغربي فرع خريبكة هي عملية اللي اعتمدوها الإخوان المؤطرين والقادة على أساس مقاربة إنسانية اجتماعية محضة في إطار تقريب
الفاعل الجمعوي من هموم ومن هواجس الساكنه ديال المدينه. عمليه اللي هي بطبيعه الحال همت ما يزيد على 100 طفل من اسر معوزه بمناسبه اليوم العربي لليتيم. وهذه العمليه كيشرف عليها طاقم طبي اللي هي عمليه ديال الختان اي الاعذار، كيشرف عليها طاقم طبي كيتكون من ربعة الاطباء على راسهم مدير المستشفى الطبيب الرئيس وطاقم ديال الممرضين المختصين. عمليه الاعذار تمر في اجواء رائعه، في اجواء سليمه بطبيعه الحال. بالنسبة للدواء كان هبة من الصيدلية المركزية ببوجنيبة الدكتور يوسف أغزان، كذلك باش ما نساوش المنظمة ديال الهلال الأحمر المغربي فرع بولانوار اللي حاضر بكثافة ب 14 فرع. ولا يفوتني كذلك أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها فريق ديال الاتحاد العام الشغالين المغربي الطاكسيات اللي تينقلوا الاطفال اللي خضعوا لعمليه الختان مجانا الى مقر سكنهم بعد العمليه. عملية في شموليتها عملية إنسانية، نلتمس من خلالها أن نبعث برسالة إلى كل إخواننا الذين لا يبخلون بجهد هذا أكيد في مصاحبة المواطن وتبني همومه بطبيعة الحال وفق الإمكانيات. وهذه دعوة حتى الممول أنه يحاول ما أمكن أنه يتبنى المشاريع ويتبنى جميع القضايا اللي كيعرضها المجتمع المدني. دعوة للفاعلين السياسيين كذلك أن نهتم بشكل أكثر مما نحن عليه بكل ما هو اجتماعي. عائلة معوزة أبانت عن رضاها على هذه الخطوة وعلى هذه البادرة التي مست في العمق أطفال صغار تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر وخمس سنوات. بطبيعة الحال عملية الإعذار أو الختان هي عملية تتوج بعرس أو حفل عائلي يكون بمنزل الطفل الذي خضع لعملية الختان. وبالتالي اليوم بإذن الله ستعرف مدينة خريبكة ما يفوق 100 عرس حفل ختان، ونحن نعلم مكانة الختان في حياة المواطن المغربي. شكرا لموقع خريبكة 24 الذي يصاحب كل الأعمال ديال المكونات المجتمع المدني من مشاريع، وشكرا لكل الإخوة الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه التظاهرة. السلام عليكم، الاسم عبد الله باغيت، رئيس المكتب المحلي للهلال الأحمر المغربي بولانوار. العمل تقوم بعمل تطوعي جبار بشراكة مع المستشفى الإقليمي الحسن الثاني. تنشكر الطاقم ديالي ديال الهلال اللي ديما الحمد لله متواجد معايا في أي وقت، والفضل ترجع بالخصوص الأخت جميلة والأخ رشيد، والحمد لله الأمور غادية على أحسن ما يرام. الجمعية ديال الكشاف غادية الحمد لله بواحد الواتر المزيان، تنظيم مزيان. تنشكروا جميع من ساهم من بعيد ومن قريب بإنجاح هذه العملية، الأعضاء والدكتور مستغني على رأس الأطباء الدكتور مستغني اللي ديما الحمد لله بالوجود ديالو بالقوة ديالو، والدكتور عادل مبشر وكل طاقم الطبي، وشكرا.